بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن توثيق زواج مصري من سوريا بالتفصيل إن شاء الله. لزواج المصري من سوريا لابد من إحضار موافقة السفارة السورية مذكور بها الحالة الاجتماعية للزوجة، واتنين شهادة صحية وخمس صور لكل من الزوجين، ولابد من ذكر الحالة الاجتماعية للزوجة بالتفصيل في عدم ممانعة السفارة. يعني لو أنيسة بيتم كتابة لم يسبق لها الزواج، لو أرملة بيكتب إن هي توفى عنها زوجها بتاريخ كذا، ولو الزوجة مطلقة بيكتب تم الطلاق بتاريخ كذا. وطبعا الديانة، وبتروح بتعمل خارجية مصرية على عدم ممانعة السفارة، ثم بعد ذلك بتتوجه لوزارة العدل بعد حجز ميعاد اونلاين وتعمل العقد بتاعها. طب في حالة ان الزوجة جاية رايحة السفارة، ايه الاوراق المطلوبة منها؟ طبيعي ان هي تجيب حالتها الاجتماعية من دولتها، مصدقة خارجية سورية وسفارة مصرية ان امكن، طبعا سفارة مصرية. انا كهيان بفضل كل عملاء مكتبي بقول له صدق سفارة مصرية في سوريا عشان الورق يكون ما فيهوش حاجة ناقصة. والزوج المصري لو هو مطلق بيجيب القيد العائلي بتاعه ان هو مكتوب فيه مطلق وفي عدد اولاده والمهنه والراتب، بيان بالمهنه والراتب بتاعته، وبيتوجه اللي بيحجز ميعاد اونلاين للسفاره السوريه وبياخد موعد اسمه موعد احوال مدنيه. طيب، وبعد كده بعد ما بناخد عدم الممانعه لابد من توثيقها من الخارجيه المصريه وحجز ميعاد اونلاين لدى وزاره العدل، وبعد كده بيروح يعمل عقد الجواز بتاعه مع اتنين شهود ومعاه اتنين شهاده صحيه وخمس صور لكل من الزوجين. طيب، في حاله لو واجهتهم اي مشاكل ومعرفوش يعملوا عقد الجواز، يجوز او اعمل ان احنا نعمل حاجه اسمها ثبوت علاقه زوجيه عن طريق محكمه الاسره بموجب عقد زواج شرعي ما بين الزوجين وتوكيل في امور الزواج لكل من الزوج والزوجه، وبيوثقوا عقدهم عن طريق محكمه الاسره، وبعد كده بياخدوا العقد وبياخدوا الصيغه التنفيذيه وبيسجلوا احوال مدنيه وبيطلع قيد زواج مميكن. الزوجه تقدر تاخد بيه اقامه، تقدر تاخد بيه جنسيه مصريه، تسجل اولادها هنا داخل جمهوريه مصر العربيه، ولو هي جايه مصر بتقدم اقرار استمرار علاقه الزوجيه وبتقدم عقد الجواز وبتاخد فيزا زوجة مواطن مصري بكل سهولة. طبعا السفارة السورية عندهم عيب هنا في مصر ان هو لو الزوجة داخل مصر ما ينفعش anyway، ما ينفعش ان هي تعمل توكيل لمحامي لإتمام مراسم الزواج. لازم لو هي داخل مصر لازم تحضر بشخصها في السفارة السورية. طب لو هي خارج مصر يجوز التعامل بتوكيل خاص ويتم ذكر التعامل لدى السفارة السورية داخل جمهورية مصر العربية مع التوكيل بتاع امور الزواج بتاعها، ممكن تضمين الصيغه كل الجهات اللي احنا بنتعامل فيها ده كده بكل سهوله يعني. ولو بتعمل اثبات علاقه زوجيه لابد يكون معها اقامه نظاميه وتعمل توكيل. لو هي هتبعت توكيل من خارج مصر برضو بيتم ذكر اسم الزوج المصري واسم والدته وديانته وحالته الاجتماعيه داخل التوكيل.